فإذا حدث هذا هيبقى حرام، كل الأطراف تخسر. طيب هو البعض بيقول كمان أوروبا لن تسمح، أوروبا لن تسمح بوجود صراع عسكري في أوكرانيا، الكثير من الاستراتيجيات الموجودة في هذه المنطقة، ولكن في حالة وجود تعنت روسي مثلا في هذا الإطار، هل جائز في هذا الحقيقة؟ لا، أوروبا غير قادرة أبدا أن تدخل في هذا. لماذا؟ لأن أنا دايما أقول أن الاتحاد الأوروبي، السوق الأوروبية المشتركة اللي صارت اتحاد أوروبي، هو عملاق اقتصادي لا قبل لأحد أن يعاديه. تمام. إنما هو قزم سياسي بامتياز. تمام. هتلاحظ وشوف الدنيا اتغيرت إزاي. فرنسا التي كانت تعارض الغزو الأمريكي للعراق دفعت تمن ده كتير قوي قوي، لأن بعدين الأمريكان حرموها من المكافأة بتاع عقود إعادة إعمار العراق. ففرنسا هي اللي تطوعت تروح تضرب ليبيا لحساب الأمريكان. سلاح الطيران الفرنسي هو اللي ضرب ليبيا عشان فيما بعد، عشان هو تيجي مطلع. المناطق زي سوريا استحالة تطبق فيها النموذج الليبي، ما ينفعش. لأنك هنا أنت بتتكلم على تاني أكبر جيش في المنطقة، على جيش نظامي الجيش السوري، ربنا يحميه يا رب، أخذ بالك. إنما الـ ما يصلح كدواء لألف من الناس ومنطقة من الناس لا يصلح. يعني حتى التعبير الدبلوماسي يقول لك لا يوجد بدلة، اللي يقول all size for every size، one size for every size. مقاس واحد لكل المقاسات ما مش موجود ده. طيب يعني نرجع لنقطة الانفصال تاني. برلمان القرم وافق بالإجماع على إجراء هذا الاستفتاء. المواطن في شبه جزيرة القرم ربما مع الانضمام إلى روسيا، يعني حالة التقارب الأوكراني والمنطقة في شبه جزيرة القرم، ما تتوقعه أنت فيما بعد في حال رفضت أوكرانيا وهو هذا الواقع هذا الاستفتاء أو هذا الانفصال بشكل أو بآخر، طبيعة العلاقة هتكون إزاي؟ ما في جزء من العلاقات الدولية نتيجة استحالة الحروب الكبرى أن بتطبق أمر واقع على الأرض. تمام. فإذا استمر الأمر الواقع في القانون الدولي، في جريمة عندما ترتكب إذا فشلت يعاقب اللي عمل، وإذا نجحت يبقى هو الحاكم، وجريمة الثورة ويبقى الوضع كما هو عليه، جريمة الثورة أو الانقلاب أو سماها ما شئت. إذا فشل الثائر في ثورته النظام اللي قاعد على الكرسي بيحكمه. إذا نجح هذا الثائر أصبح هو اللي على الكرسي والنظام الحاكم، بيهرب أو بيخش السجن. هل تستطيع هذه الأغلبية في القرم أنها تفرض نفسها كقوة واقعية على الأرض؟ لأن خد بالك القرم صحيح فيه غالبية روسية. تمام. أو روسية اللغة. هل الباقيين 30-40% الباقيين هيسكتوا؟ أكيد أكيد هيبقى فيه تطورات، هيبقى يعني فيه تطورات. فده سيناريو يعني بنضرب وادع بقى. لسه الأمور مش واضحة. هينتهي إلى مين عنده عناصر الجذب والشد أكتر من الآخر، محركة في المفاصل السياسية في هذه المنطقة، المفاوض الأقدر مش دبابات. القدرة على أنك أنت تقول للطرف الآخر أنت داخل في طريق غلط، وأنا بديك ميزة يا أخي، تعالى نعمل كذا 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 كذا. ومش دايما على فكرة الحلول دي بتتم. في حكاية شهيرة بندرسها في مهارات التفاوض، ان المفاوض الروسي والامريكي في نزع السلاح في جنيف لقوا نفسهم قريبين قوي، بس الفريق التفاوضي في الجانبين مش قادر يصل الى صياغة. فقالوا طب ما تيجي نتمشى ونحاول نلاقي حل تاني كبشر بغض النظر عن لمن ننتمي. ففي قصة شهيرة اسمها حديث الغابة، توكس اوف ذا وود، تم بين المفاوض الامريكي والروسي في نزع السلاح. خرجوا يتمشوا في الغابه جنب مقر الامم المتحده في جنيف، وكاثنين من البشر وصلوا الى حل معقول لهذه القضيه. لما رجعوا يبدو ان كلا البلدين ما وافقوش الحل الانساني، والاثنين المفاوضين اترفضوا. يعني مش دايما الحل العاقل بيفرض نفسه. صحيح. لان عندك عناصر بشر ربنا خلقنا كلنا مختلفين، ما احناش ما بنتأس كده بالسنتي. طيب يا فندم اسمح لي اتواصل ولكن بعد هذه المداخله. معنا مشاهدينا الكرام دكتور هاني شادي المحلل السياسي من موسكو. دكتور تحياتي اولا. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور هاني، ابعاد الازمه الروسيه الاوكرانيه في ظل التطورات الاخيره كما تقراها انت في اوكرانيا. في الحقيقة أوكرانيا تاريخيا على الأقل منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وهي تمثل معضلة كبيرة بين روسيا من ناحية وأوروبا والولايات المتحدة من ناحية أخرى،
نتيجة طبعا بالطبع مجموعة عوامل منها التاريخي. نحن نعلم أن أوكرانيا منقسمة عمليا إلى نصفين، غرب شمال يميل إلى أوروبا وشرق جنوب يميل إلى روسيا نتيجة العوامل الثقافية وتاريخية. والوضع بالفعل معقد حول أوكرانيا حاليا، وهذه ليست الأزمة الأولى حول أوكرانيا بين روسيا وأوروبا والولايات المتحدة، ولكن هذه المرة أعتقد أن هذه الأزمة معقدة أكثر ومصيرية من الأزمات السابقة ومصيرية ربما، ولكن يمكن التوصل إلى حلول ما بحفظ المصالح الروسية. ولكن ما أرى أن روسيا تصاعد بشكل كبير بالفعل، والغرب بدأ هو الآخر يصاعد. نحن نعلم أن مدمرات عسكرية أمريكية وصلت إلى البحر الأسود اليوم، أيضا عمليا القوات الروسية سيطرت على شبه جزيرة القرم بالكامل بالمساعدة طبعا العامل الديموغرافي. نحن نعلم أن نحو 60% من سكان القرم هم من أصول روسية، يوجد حوالي 25% من الأوكرانيين و أكثر من 10% بقليل من تتار القرم المسلمين. ولكن عمليا المعلومات التي تأتي من شبه جزيرة القرم تشير إلى أن روسيا مسيطرة بشكل كبير على هذه شبه الجزيرة، وهذا بالطبع سيخلق وضع صعب، خاصة أن نتيجة الاستفتاء في 16 من مارس الجاري هي محسومة عمليا لصالح عملية الانفصال ربما عن أوكرانيا وربما الانضمام إلى روسيا. وخاصة نحن نعلم أن الأيام القليلة الماضية شهدت تأييد من البرلمانيين الروس لعملية ضم القرم إلى روسيا. وفي رأيي الشخصي إذا اتخذ الكريملين قرارا بعد الاستفتاء بضم القرم، ربما هذا سيؤدي إلى تصعيد أكبر في العلاقات بين روسيا والغرب بشكل عام ومع أوكرانيا بالطبع، أو بالتحديد مع الحكومة الانتقالية الجديدة في كييف. ولكن دكتور هاني، يعني السيناريو الأول أفاق التقارب الأمريكي الغربي الروسي فيما يتعلق بأوكرانيا، كيف تراه أنت؟ هل يمكن أن يكون هناك حلول أو حل تفاوضي في هذا الإطار؟ حاليا في اللحظة الحالية أعتقد أن الحل التفاوضي ضئيل للغاية، ولكن يمكن التوصل إلى مثل هذا الحل. لماذا ضئيل؟ لأن جميع الأطراف المشاركة في هذه الأزمة وتحديدا الدول الكبرى تصعد من الوضع حاليا، ولكن الحل التفاوضي جائز بالفعل. ولكن كيف يتم الحل التفاوضي؟ في رأيي أنه يمكن إعلان أوكرانيا كدولة محايدة بين الغرب وروسيا، هذا حل من الحلول. الحل الثاني هو أن أي حكومة جديدة تأتي في أوكرانيا تضمن بضمانات دولية المصالح الروسية في أوكرانيا ووجود الأسطول البحر الأسود الروسي في جزيرة القرم، ومعاملة الروس الموجودين هناك في أوكرانيا بشكل بإعطائهم جميع الحقوق. هم في حقيقة الأمر يحصلون على جميع الحقوق بشكل عام. عدد الروس، عدد السكان الذين من أصل روسي في عموم أوكرانيا نسبته تقريبا حوالي 17% فقط من إجمالي السكان. نسبة الأوكران حوالي 77%، ولكن المشكلة الأساسية لدى أوكرانيا أن هذه النسبة من الروس متركزة أو مركزة تحديدا في شبه جزيرة القرم أوكرانيا وشرق أوكرانيا أيضا. هناك إذا أضفنا إليهم الناطقين باللغة الروسية والذين لهم علاقات ثقافية طويلة مع روسيا، سنجد أن الأغلبية في شرق أوكرانيا وجنوب أوكرانيا بالفعل يميلون بشكل كبير نحو روسيا. أما طيب. الغرب والشمال عمليا يميل نحو أوروبا، وهناك عامل ديني أيضا بالمناسبة، لأن الشرق والجنوب من المسيحيين الأرثوذكس بغالبيتهم، والغرب والشمال من الكاثوليك أيضا. هذا العامل يلعب بعض أو يعطي بعض المؤشرات السيئة أحيانا في المواجهة بين غرب وشرق أوكرانيا. أشكرك جدا. الحلول موجودة في رأيي كما أشارت، يمكن ضمان مصالح روسيا، ولكن الحل الأسوأ في رأيي هو تقسيم أوكرانيا، لأنني أعتقد أن لا مصلحة لروسيا ولا مصلحة لأوروبا وأمريكا في تقسيم أوكرانيا حاليا بين
شرق وغرب. أشكرك جدا دكتور هاني شادي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من موسكو، شكرا جزيلا. دقائق معدودة، يعني استعراض سريع لهذا الرأي الوارد إلينا من موسكو تحديدا. كلام سليم أيضا تمام، ويوضح الصعوبة. أنا عاوز أضيف بس الرتوش لهذا المشهد. هو درجة أهمية أوكرانيا لروسيا أعتقد أنها أكبر بكثير من درجة أهمية أوكرانيا بالنسبة للغرب. تمام. إلا أن الغرب طماع أنك خلاص لو دي كمان سقطت أو يعني انضمت إلى الاتحاد الأوروبي يبقى خلاص بقينا أمام دولة كبيرة الحجم اسمها روسيا، إنما تختلف تماما عما كنا نجابه كغرب من الاتحاد السوفيتي بكل الدول الدائرة في فلكه، ويبقى طيب خلاص السيادة تصبح واشنطن وأتباعها في القارة الأوروبية. طيب، هي الفكرة سعي الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا لتوسيع قاعدة الاتحاد الأوروبي في هذه المنطقة أم للتوسيع وتهديد أمن روسيا بشكل أو بآخر؟ توسيع النفوذ الغربي وليس فقط للاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي نبي يعمل تمام للمنظومة الغربية عموما، ثم ينهي أسطورة روسيا اللي يمكن أن تكون قوة عظمى مناوئة أو صواريخ أو قوة نووية أو تناوئنا. وهنا يمكن أن تتقرب المصالح الأمريكية الغربية في هذه النقطة تحديد. فبالتالي لكن برضو عاوز أقول من ناحية الأمن القومي المباشر القضية دي يعني تضايق الروس بشدة. هي عبارة عن لقمة إضافية تبتلعها المجموعة الغربية، لكنها دخلنا بقول في بطن الاتحاد السوفيتي السابق أو الاتحاد الروسي الحالي، فهي تهديد كبير. لكده أنا مؤيد قوي الدكتور هاني إن هو في اللحظة اللي احنا فيها حضرتك وأنا دلوقتي صحيح. صعب نرى ضوء في نهاية النفق. طيب، هو طرح بعض الأفكار الموجودة، لو استطعنا نصل لكده أنا بأؤيد أفكاره برضو، لو استطعنا نصل لحظة التقاط أنفاس. طيب، هو طرح بعض الأفكار يا فندم عشان دلوقتي اللي هو فكرة إعلان أوكرانيا دولة محايدة بعيدا وتأمين مصالح روسيا في القرم. يعني هل هذا الأمر مقبول أو يمكن أن يحدث في ظل ما ممكن. هو ممكن واقعي؟ ممكن إذا كان هو ده، لأن الحل الآخر هنخش في مجابهات كلا الطرفين ليس مستعدا له. فبتصور المفاوض الغربي لو استطاع، ولاحظ ان هم بيتقابلوا كويس، واللي نجح فيه العالم في السنين الاخيره ان الغرب والشرق بيكلموا بعض بيتقابلوا، ما فيش القطيعه اللي كانت القطيعة موجوده العقائديه السابقه. فاذا قدر يقابله واستطاع ان يكسب ثقته، دي مهمه قوي، لان كسب الثقه مش هيبقى سهل في الظروف دي، لان هم دخلوا له خلاص جوه بطنه. فاذا استطاعوا ان يطمئنوا روسيا كما طمئنوها في مساله نزع الصواريخ، كما طمئنوها في مساله روسيا بهذا الطرح، هي حسبه بالورقة والقلم والكمبيوتر إذا حسب حسبته، فلأنه يقدر خارج، ولا هو محتاج ضمانات حقيقية خلاف بعيدا عن تعهدات حكومة جديدة في أوكرانيا؟ طبعا، يعني فكرة بقاء أسطوله في منطقة القرم حتى لو طلب بضمانات حقيقية موجودة الضمانات الحقيقية، في حاجة اسمها إجراءات بناء الثقة، إجراءات منع مش في معادة اسمها إجراءات منع قيام حرب عن طريق الخطأ والتليفون الأحمر والقوات ما تقتربش. وأنا دايما حتى أضرب مثل عشان المصريين يحاولوا بسرعة، هل يستطيع السرب من سلاح الطيران الأمريكي المقاتل أن يعبر الأطلنطي جاي من نيويورك رايح فرانكفورت دون أن يخطر الروس؟ أمر مصيبة. لا خلاص، مع العلاقات الدولية الجديدة لا يقل من سيادة أمريكا، إنما تطير طيران من عندها رايح أوروبا مدام سلاح جوي صحيح لازم يقول للروس، مش بيستأذن، هم بيقول له ما تخافش الطيران ده جاي في اتجاه محدد، لان هو الروس هيستنوا عشان يقول له يا ترى الطياره دي عدو ام صديق، راح يضربه. طب سعيد بحواري مع سيادتك، اشكرك جدا السيد السفير جمال بيومي ومساعد وزير الخارجيه سابقا، شكرا جزيلا. شكرا. انتم مشاهدينا الكرام لكم منا كل التقدير، وحتى نلتقي في حوار جديد، شكرا لكم والى اللقاء.